يعني موضوع التحذيرات والتخوفات وغير ذلك أعتقد بأنه يعني انتهينا منها. الآن الناس والمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية. هناك نكبة جديدة يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة نتاج هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر حتى اللحظة. وبالتالي إحصاء الشهداء والتحذير والخطوط الحمر وإلى آخره، أعتقد بأننا تجاوزنا كل هذا منذ الأسبوع الأول أو الثاني جراء يعني القصف الشديد واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا واستخدام طائرات F-16 والبوارج والزوارق البحرية وأيضا المدفعية. يجب أن يكون هناك تحرك دولي لوقف هذا العدوان ولإخلاء الجرحى ولتمكين المواطنين الفلسطينيين وإيواءهم حقيقة، لأنه الآن هناك يعني شتاء وبرد قارس ولا يوجد هناك معدات، هناك جثث ما زالت تحت الأنقاض ولا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء، لا يوجد مأكل، لا يوجد أي شيء. يعني الأعيان المدنية كلها استهدفت، وبالتالي لا قيمة أنا برأيي المتواضع لهذه التحذيرات التي تطلق من هذه الجهة أو تلك. يعني شكرا لكل المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية وللدول الصديقة والشقيقة التي تقف إلى جانبنا والتي يعني تحاول كل وتقوم بكل ما باستطاعتها من أجل يعني تأمين الحماية وإدخال مساعدات للأهل في قطاع غزة. ولكن كما تعلم ويعلم الجميع أن المعبر مغلق وأن الحدود مغلقة وأن هناك يعني تهجير أكثر من 2 مليون فلسطيني، ما نسبة 85% من المواطنين الفلسطينيين أصبحوا بلا مأوى، وهناك بلدات دمرت بالكامل، وهناك يعني تقريبا أكثر من 50% من الوحدات السكنية ومن بيوت المواطنين أيضا دمرت. الآن المواطنين في الجنوب محشورين في هذه الزاوية. نحن نعتقد بأن نتنياهو الآن بخطته المستقبلية سيجبر المواطنين الفلسطينيين على الرحيل القسري وعلى تهجيرهم من قطاع غزة. لم يعد شيء في قطاع غزة يعني غير مستهدف، والأعيان المدنية كما قلت يعني ضربت، وهناك غطاء دولي، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأوروبية التي يعني تقف إلى جانب العدوان وتتماهى مع الاحتلال هي شريك بما يجري. وكما تعلم أمس وأول أمس قامت أكثر من 8 دول أوروبية بالإضافة إلى أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بوقف المساعدات عن الأنروا، هذه المنظمة الدولية التي ترعى المواطنين الفلسطينيين اللاجئين في سوريا. استاذ عمر، ماذا حاليا عن الحديث عن توصل الأطراف سواء كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر إلى اتفاق في العاصمة الفرنسية باريس حول وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين ومن ثم الدخول في تسوية سياسية؟ يعني نتنياهو ما زال على نفس النهج وما زال يتصرف يعني بطريقة رعناء وما زال يكذب على الولايات المتحدة وعلى الدول الأوروبية فيما يخص تحقيق أهدافه السياسية. نتنياهو يريد أن يشتري مزيد من الوقت، بل أن نتنياهو يريد أن يذهب إلى حرب إقليمية، ولسان الحال يقول بأنه يريد أن يتخلص من كل بين هلالين أعداء والذين يهددون أمن القوم على حد تعبيره. وبالتالي يعني الأمر أبعد من ذلك. صحيح هناك حديث، ولكن الإسرائيليين بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ما زالوا متخندقين ومتمترسين حول مواقفهم، وهو يعني الإفراج عن الأسرى دون قيد أو شرط. كما تعلم ويعلم الجميع كانت هذه أهداف الحرب والعدوان على قطاع غزة هو اجتثاث المقاومة زائد يعني تحرير الأسرى تحت قوة النيران. نعم سيكون هناك صفقة لتبادل الأسرى، والإشكالية لها علاقة بالأسماء وبالأعداد التي يعني ستخرج وسيتم الإفراج عنها، وأيضا بمكوثهم في الأراضي الفلسطينية أو إخراجهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة. أنا لا أعتقد أن الحديث يدور حاليا عن أي مسار سياسي أو أفق سياسي لمسألتين. المسألة الأولى بأن نتنياهو وحكومته يعني
يعني أعلنوا صراحة معارضتهم المطلقة لهذا الموضوع، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أفق سياسي أو حل سياسي في ظل وجود نتنياهو وحكومته في المشهد السياسي. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة اليد الطولة والدعم الأساسي والشريك الأساسي للاحتلال ليس لديها خطة أو استراتيجية من أجل إنهاء الصراع والذهاب إلى مسار سياسي. الولايات المتحدة الأمريكية تصدر مثل هذه التصريحات، وخصوصا يعني إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، من أجل يعني شراء الوقت وشراء أصوات بين هلالين الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأمريكان التقدميين في الولايات المتحدة الأمريكية، سيما وأن الانتخابات على الأبواب. وبالتالي أنا أعتقد بأن الأمور تدور حول إدارة الأزمة وليس حل الأزمة. لا يوجد هناك أي خطة أو استراتيجية أو توجه لهذا الحل. كل ما يجري هو عبارة عن تصريحات. نحن نريد أفعالا سياسية ولا نريد تصريحات سياسية. وبالتالي إذا كان هناك جدية في هذا الاتجاه فعلى أوروبا كاتحاد ودول الاعتراف بحق المشروع للشعب الفلسطيني استنادا إلى قرار البندقية عام 81 وأيضا استنادا إلى قرار الشرعية الدولية. أما يعني هذه التصريحات وهذه الأحاديث لا تعد كونها ظل للرماد العيون ومزيدا لشراء الوقت، وليست أكثر من أنها موجهة لداخل كل دولة ولها حسابات انتخابية ليس أكثر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية عمر رحال على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية.